مساء الخير. النهاردة احنا هنتكلم عن التسويق الإلكتروني بصورة عامة. هندي مقدمة كده نتكلم ايه هو التسويق الإلكتروني، ايه المميزات بتاعته، ازاي نقدر ان احنا نستغله في تسويق المنتجات الخاصة بينا. طبعا انا وائل شومان، عندي خبرة اكتر من 30 سنة في الاعمال، وتحديدا من حوالي 15 سنة في التسويق الإلكتروني بشكل عام. زمان افتكر ان احنا كنا بنعمل التسويق للمنتجات، بنجيب مندوب مبيعات وبنديله الكتالوج بتاع المنتجات والأسعار، وبينزل يقعد يلف على المحلات ويقعد يلف على رجليه، نعمل إعلانات في الأهرام لأن هي دي كانت الموجودة في الوقت ده ساعتها. ده الكلام ده أنا بتكلم على التسعينات، فكنا بنعمل الإعلانات في الأهرام. طبعا الإعلانات كانت بتبقى بشكل جيد لأنها كان في الوقت ده ما فيش غير مصدر واحد بس، هو الأهرام أو الجرايد أو الجمهورية أو الأخبار، انك انت تعمل الاعلانات فيها، وكان الاهرام هو اللي كان متصدر المجالات الاعلانية على مستوى الجرائد الثلاثة او اكتر مصدر. وبعد كده بدأت تظهر المجلات المتخصصة في الاعلانات زي الوسيط وبعض الجرائد الاخرى المتعلقة بالتسويق. التسويق يعني إعلانك، أنت بتحط إعلان عن المنتج بتاعك، مش عارف جبت إيه من برة، حطيت عايز تبيع عربيتك، عايز الكلام ده كله كنا بنعمله بشكل متأخر جدا، وكانت طبعا النتائج بتاعته ما كانتش بتبقى نتائج فعالة قوي، لأن أنت كنت ممكن تصرف كتير جدا على الإعلانات وبعد كده في الآخر تلاقي المردود بتاعها مش بالقوة اللي أنت كنت متوقعها. طبعا يعني انا دايما بقول ان الجيل الحالي هو جيل محظوظ، لان احنا بدأناها من الصفر، بدأنا التسويق بتاعنا وعرض المنتجات، وطبعا على رجلينا زي ما بيقولوا، كنا زي تاجر الشنطة كده لما بياخد منتجاته وياخد عيناته وينزل يلف على المحلات وينزل يلف على الشركات، هو ده كان اسلوب التسويق في الوقت دوت في التسعينات. اما بدأ يخش الانترنت ويخش السوشيال ميديا، دي كانت فرص جيدة جدا في انتشار الاعلانات وتغير مفهوم الاعلانات على مستوى التسويق بشكل عام. أصبح عندنا النهاردة طرق كتيرة جدا في الترويج للمنتجات بتاعتك والتسويق. أصبح في متاجر إلكترونية بدأت تظهر، حاجات كتيرة كانت يعني مؤثرة على الجو الإعلاني في المنظومة الخاصة بالتسويق بشكل عام. طبعا احنا هنتكلم على يعني هنمسك عنوان ونتكلم عليه وناخد تفاصيله وندلي بدلونا، وبرضو ياريت لو اي حد عنده اي تعليق، حد عنده فكرة سؤال، هنعرض بعض الاراء كده اللي هي بتبقى يعني محتاجة ان احنا نضيف بعض المعلومات عنها، بحيث ان الموضوع بيبقى شائك، فمحتاجين نعرف الاراء بتاعت الناس ايه. يعني مثلا زي التسعير، التسعير وتكوين قواعد العملاء والإعلانات المدفوعة، وفي إعلانات مجانية ممتازة جدا نقدر ان احنا نستغلها بمنتهى السهولة واليسر، ودي هنتكلم عليها في الحلقات اللي جاية. إعلانات ببلاش، ازاي ان انت تعمل تكوين لقاعدة العملاء. يعني مثلا التسعير، لو انت بتجيب منتج معين والمنتج دوت مفيش حد بيبيعه غيرك وبتجيبه بجنيه وعندك القدرة ان انت تبيعه بألف جنيه، هل لو انت يعني مكان البائع ده هتبيع المنتج ده بألف جنيه، ولا
تقول لا أنا جايبه بجنيه وعايز أكسب فيه 50%، يعني أحط عليه جنيه ونص وأحط سعر البيع بتاعه جنيه ونص. ده فيما يخص التسعير. طيب تفتكروا ممكن نعمل إيه؟ هل نعرض المنتج دوت بألف جنيه وممكن نحن نلاقي عملاء ليه، ولا نعرضه بجنيه ونص ونقول ده هامش الربحية اللي احنا محددينه، على افتراض ان مفيش حد بيبيع المنتج ده غيرك، وعلى افتراض انك انت الوحيد اللي بتجيب المنتج ده وفي عملاء كتير بيحتاجوه. دي من الموضوعات الشائكة. في ناس كتير تقول لك لا انا حرام ان انا ازود قد السعر المنتج 10 مرات او اكتر، وفي ناس تانية تقول لك لا احنا بنحدد هامش ربحية 20% 30% زي الفل وكده رضا، وزي ما يعني ما بيقول الايه الكتاب. دي برضو من الموضوعات الشائكة، ولكن يعني انا مش عايز اقول رأيي دلوقت، لكن خلينا نعرض الموضوع دوت ونشوف الناس رأيها ايه. يعني أتمنى أن لو حد عنده رأي في هذه المعلومة بتاعت التسعير للمنتجات ياريت يسيبها في التعليقات ونناقشها مع بعض في حلقات مستقلة. في خلال الحلقات اللي جاية هنتكلم عن تكوين قاعدة العملاء، إزاي تقدر تعمل قاعدة عملاء بكل سهولة ويسر، إزاي تقدر تعمل قاعدة العملاء اللي تقدر انها تفيدك في يوم من الايام، وازاي ان انا اتعامل مع العملاء، لان العميل من الاهداف اللي هي بتبقى اهداف اساسية ورئيسية في نجاح اي مشروع تجاري او في نجاح العلاقات العامة اللي انت ممكن تقدر تستفيد منها في يوم من الايام، وازاي تكون علاقات، وازاي الناس تقدر انها تبقى مرتبطة بيك، وازاي انك انت تتعامل معاهم حتى في التليفون وهو ما بيبقاش شايفك، لان الموضوع التليفون ده يعني موضوع كبير جدا عايزين نقعد نتكلم فيه، ازاي ان انا ارد على العميل في التليفون، لان انت خد بالك انك انت ما بتشوفش العميل ولا العميل بيشوفك او ما بيعرفكش او انت ما تعرفوش، فلازم تخلق روح ود بينك وبين العميل في مكالمة التليفون علشان تكسر بيها أي نوع من أنواع الفواصل اللي بينك وبين العميل، بحيث أن أنت تقدر يعني تتعامل مع العميل بشكل ثقة أو تولد الثقة ما بينك وما بين العميل، ودي برضو هنتكلم عليها بشكل مستفيض في الحلقات القادمة. وأهم حاجة بقى إزاي نعمل إعلانات ناجحة وهادفة، وإيه هي الطرق اللي أنت تقدر بيها تعمل الإعلانات دي بشكل ممتاز وبشكل كويس جدا وبتكون فعالة، وإزاي أن أنا أعمل إعلانات مجانية بكل سهولة ويسر. تابعوني وإن شاء الله نبدأ نكمل الحلقات دي مع بعض ونتكلم على كل جزئية من هذه الجزئيات بشكل مستفيض، و أستنى تعليقاتكم وأراءكم. شكراً.